مسكين يلتم للدهر مسكين الدهر دولة ما يدومن على حال سناه ويضحك عليك سنين أو يشحك عن ربعك أيام طوال يغثك عقب الفرح بالذيل والبين وتصير مثل ذيب بحصر بتغوال وش نفع دمع على الخزية يا ذكر الله يا ابوي، السنة البلاد خصاب. ترى التلة هديج، الصيد بيها وافر. يا ولدي لا تخرج. يبا يبا هو يريدك الموت. لكن انا اريده حي. خلك هاني عواد. زين يا ابوي مثل ما تريد. جرحك ينزف يا لخو. من انت؟ عابر سبي. من هو اللي طخك؟ ما ادري بس اظنها ما هي مقصوده. الجرح بسيط. حتى لو بسيط لزوم يتعالج.
تسلم يدك. أطمع لو أعرف اسمك. شام. من عرب الشيخ حزم؟ الشيخ حزم أبوي. شوف جرحك مداوم. بعد اللي سويتيه محتاج لشيء. باكر يزول الجرح واثره بعد. انا ما سويت شيء. مشكوره يا لقيتك. يا خسارة يا خسارة. سلامة عروة تهمني يا عواد، سلامته تهمني، تفهم؟ وش الفايدة يوب؟ انت تريد له السلامة هو يريد لك الموت. الزوم ألاقي طريقة أقنعه بيها وفهمه إنه غلطان. أرجاك يوبا أرجاك، أنت تهاون بروحك، أخاف يتمكن منك قبل ما تفوز بالفرصة. هذا عروة يا عواد، عروة يا ولدي، عروة ولد صديقي الغالي. أنا ما أقدر أذيه، ما أقدر أذيه. والمتى يوبا؟ المتى تصبر عليه؟ عروة ينتهز كل فرصة لأجل ينال منك، وما بي طريقة نكف بلا عنا غير ذبحه. وأنا إله يوبا، أريدك ترخص لي. ما أريد أسمع هالموضوع بعد اليوم، وعروة لو صار له شيء أحاسبك أنت. وش بي يوبا؟ ما بي شيء. عروة؟ ما بي شيء وقفه عند حده غير وأبوي يرفض، يتمنى له السعادة بحت. عهدها مرة ثانية؟ وما يمل ولا يتراجع، وحنا نسكت له. الله ينجيه من اللي ساويته بيه. وش ساوى عواد يوبا؟ صاوبه. جرحه؟ الحمد لله انها جت بكتفه. يا ليتها اخترقت قلبه. لا يا ولدي عواد، اتركني باللي انا بيه. عواد عواد، بيش سارح يا اخوي؟ سارح باللي فات حياتنا يريد ينغصها، باللي يريد لنا الاذى ونريد له السلام. ماني عارف وش اساوي يا شام، ماني قادر اشوف ابوي بخطر، وماني قادر اخالفه. وش اساوي؟ اللي انت بيه اهون من اللعانه منه يا اخوي. انت؟ اي انا. انت جرحته، لكن أنا داويت جرحه لجل يسترد عافيته ويطلب موت أبوي. شلون؟ هذا اللي صار يا أخوي. أخطأت يا أخوي. لله يا شام،
لله ما خطيتي. هذه شامة أختي، هذه بنت الشيخ حزم. ما عرفته، ما خطر لي إنه عروة. حتى لو دريتي ما تبخلي عليه بالعون. لا تندم يا شامة، لا تندم. تقول موقفي منه يأثر عليه يا أخوي؟ عروة دري إني بنت الشيخ اللي يطلب. لله ما ظن يا شامة، عروة الحين ما يفكر غير بشيء واحد ما يثني عنه غير الموت. وأنا لزوم أقتله حتى لو اضطريت أخالف أبوي وحايله. تحايله؟ أي أذبحه من غير ما يدرى أبوي. لكن شلون؟ شلون وعروة يظهر ويختفي بلمح البصر؟ صحيح أنا ما أقدر أقرب من الديرة اللي هو بيها وأذبحه هناك. ما هي سهلة، ما هي سهلة يا شام. قلبي مو هو مطمن يا أخوي. لا يا شام، ما أريد أسمع هالهرج مرة ثانية. خيتي ما تخاف وأنا موجود، وأبوي يحميه بروحي وما فارقه أبد. صدقيني يوم إني ودي فارقه أخلي كل رجال الديرة تحرسه وتحميه. طمن يا شام، أبوي بخير طول ما أنا عايش. اخواني اريد عيونكم ما تنام ابد، ابويا بخطر، شيخكم يتعرض لرغبه مجنونه، اريدكم تحاموه برواحكم. ابشر يا عواد ابشر. ليحان ابوي وين ما يروح وين ما يجي، ودي اثنين ثلاثه يظلوا معه حتى يحاموه. لو الشيخ يرخصنا نذبحه ونشوفه ونخلص الديره منه. لله يا فليحان، اوامر ابوي تتنفذ وبس. سامعين؟ سامعين. زين يلا اخواني. زين اطولون. ظني ما خاب، قلت لروحي وكاد نوف بالمكان اللي تقابل بيسته. توخر يا سلمى توخر، باكر تلاقيه قدامك يبشرك السلام. عشقه للترحال يخوف، يعيشني دوم بخوف وقلق. اخوي تاجر يا نوف، تاجر عنده اللي يكفيه. يا سلمى انا قلبي ما هو متطمن الحين. كل نوبه تقولين نفس الكلام، حين تشوفيه قدامك تنسين خوفك كأنه ما كان أبد. مثل أمي أنت يا نوف. وأنت يا سلمى، بعون الله يعاود سالم غانم. سهم تعود على السفر ومخاطره، سهم فارس وما ينخاف عليه. الله يسمع منك يا سلمى، الله يسمع منك. يلا نعاود. خاف يلفي وما يشوفني. وتظلين ها لمتى؟ الله يسامحك يا سلمى. وجسار؟ جسار يقول مثلك، سهم فارس وما ينخاف عليه. أخوي وأخوك بينهم صداقة يا ما تمنيتها. وأنا بعد، واللي صار بينهم ما أثر عليهم. بالعكس يا نوف، اللي صار بينهم قربهم من بعض أكثر. صدقتي، المحبة اللي بعد العداوة ما بها أقوى منها. حين أتذكر خلافهم أتكدر. الحمد لله إنها انتهت بخير.
نوف يا نوف. علامك يا اخوي، وش تريد؟ علامك بيش سرعة. تريد الصدق؟ اي، وما اريد غيره. افكر بسهم. توخر يا اخوي. للا ما توخر، باكر يعاود ونفرح بيك وبيه باذن الله. وبيك وبسلمى بعد يا اخوي. سلمى ما اظن تشوف اجمل من اسمها ابد. ابوي يريد الزاد يا نوف. زين، الحين اجهز. جسار. خير. اقول يا اخوي، اقول علامك ما ترددي يا نوف، اطلبي وانا اخوك. اخاف يكون محتاج شيء وحنا ما ندري. وش قصدك؟ اقصد طريقه يا اخوي، يمكن يحتاج لك. اقصد طريقه؟ سهم توخر يا اخوي، صدقني ما هي من عادته. لو تفكرين زين تلاقيه ما توخر. على كل حال المعاود باكر انا اطلع ادور عليه. تطمني. تسلم يا اخوي، الحين جهز الزاد. الحمد لله، عروة اليوم ما ظهر. الله يهديه ويبعد بلاه عنه. وكاد جرحه هو السبب، والحين هو قاعد ينتظر لجل يسترد قوته وعافيته. ما يحقق مراده باذن الله. تدري يا شامة وش اللي محيرني؟ انه ما بيه سبب يخلي ابوي يصبر عليه هالقدر. ما صدقت يا عواد، ما صدقت. ليه يبا؟ يوم ولد عروة وشاف النور أنا بشرت أبوه. أبوه ما كان صديقه بس، كان صديق وأخ. ويوم انقتل اسودت الدنيا بوجهي، وعانيت من ألم وحزن بعدهم بصدري للحين. عروة ما كان يفارقني وهو عيل، كان دوم معي. وبعد اللي صار كل شيء تغير. انا مرتاح ابد غير حين اقنعه ورجعه لديرته وربعه وعوضه عن سنين الالم اللي عاشهم مع امه اللي تظن اني قاتل ابوه. تريدني بعد مكانة أبوه بقلبي أذبح ولده الوحيد؟ للا يا عواد، أنا ما سويها أبد. طولت الغيبة يا سهم. هذه انت يمه وهذا هو طبعك. اي هو سهم اول مره يتاجر بيها. وش اساوي بقلبي اللي ما يتطمن الا حين يكون قربي؟ وش اساوي بيه هو بعد اللي ما يسمع كلامي ويكتفي بالخير اللي حنا بيه ويبطل رحيل وسفر؟ سهم تاجر يمه، وكل التجار يسافرون. هذا حظي وهذا نصيبي، وش أساوي؟ للا أساوي، وحين يعاود بعون الله أمنعه يغادر الديرة طول ما أنا عايشة. عيني خير يوم، بإذن الله يعاود سالم غانم. يا رب
ما قدرت يا شامة، ما قدرت أذبحه، ما قدرت أخالف أبوي، تركته ينهزم وينجب روحه، وأنا متوكد إنه راح يرجع ويساوي اللي براسه. علمت أبوي؟ إيه علمته وهو راضي باللي سويته، بس أنا ماني راضي. طيب وعروة؟ وش بي عروة؟ وش اللي تقصديه؟ دري بموقفك؟ وشلون يدري؟ وحتى لو دري ما يتراجع عن اللي براسه أبد. لابد ما يزهق بيوم، المهم تظل حراسة قوية على أبوي. تطمني، تعمدت الحركة مع فرسان الديرة اليوم لجل يخاف يقرب طول الوقت وأنا أتسابق معهم. فكرة زينة. روحي نام الحين، أريد أقعد لحالي. علامك القاضي، من متى تخاف على سهم؟ سهم فات شجاع ما ينخاف عليه. اي بس المره هذه طلعت غيبته طال عمرك، ما ادري ليه. مثل ما يقولوا الغايب حجته معه. اي صدقت، وسهم اول مره يتوخر بيها ومهي من عادته. تطمن يا القاضي، واكل الامر لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول يا سلمى، سهم ما هي عادته، توخر كثير. أمي تقول مثلك، وأنا بعد أصبرها بالكلام واحتاج للي يصبرني. تقولي وش اللي وخره؟ بإذن الله خير. الله يسمع منك يا سلمى. فرعون انك خيال وفارس، ولو ظلت سابق بي الباشر ما تسبقني. نعود مرة ثانية لله، توخرنا عن الديرة. يلا اخوي يلا. سهم توخر كثير يا شارد، أنا ما أقدر أصبر أكثر من هيك. أيوه، أول مرة يساويها. الغايب حجته معه، وإن شاء الله أنه بخير. قلبي ما هو مطمن يا شارد، ساوي شيء، أسأل عنه، أخاف تعرض المشكلة وحنا ما ندري. لو كان بيه خلاف، كان درينا. وشلون ندري؟ شلون ندري وحنا ما نعرف وين هو الحين؟ الخبر الشين ما بي أسرع من وصوله. قلت له ألف مرة أنا مرتاح لبعده عني، وما نحتاج لتجارته اللي تعيشني بخوف كل ما يسافر. روح يا شارد، روح شاور الشيخ سالم، يجوز عنده وسيلة نعرف بيها علومه. على كل حال أنا ودي مرة تفقد الحلال ثم أشوف الشيخ سالم، مع أني شاورته.
اي نقدر يبا. وش اللي نقدر نسويه يا جساه؟ أغادر الديرة هدور عليه، يمكن ألاقيه. التجارة تحتاج الرجل شجاع قلبه من صخر، وسهم ما هقوتي يقدر على مخاطر الطريق ومصاعب السفر. يا جريد، سهم فارس وشجاع، ربينا وتدربنا سوا، وانت تعرف زين انه صديقي. انا اللي اقول هالكلام عن سهم، انا اللي اقول هالكلام عن سهم. انا ولد عمك يا جريد، ماني واحد غريب. حتى لو كنت اخوي يا جريد، انا ما اسمح لاحد يقول شيء ما هو زين عن سهم قدامي، انت فهم؟ جساع، جريد ولد عمك، ما يقصد يضايقك. ارخص لي يبا، اريد اجهز روحي وغادر الديرة. بأمان الله يا ولدي. هاي يا نوف، طمنتي بالك؟ تسلم يا اخوي، ما بي شيء، لكن قصدي سلمى طلبت مني. اي يا نوف، انا فهمت زين. طمنوا من سلمى وقولي لها انا طالع ادور عليه. اشوفها فرصه تروح بنفسك تطمن سلمى وامها بعد. انت حامل على سهم يا جريد، وتنسى روحك حين تكلم عنه. طال عمرك ما قصدت ازعل ولد عمي، وما ظنيته يفضل سهم علي. جسار ما يفضله عليك، لكن ما يقبل انك تقول عنه كلام شين. سهم صديقه ورفيق عمره من هم صغار، انت ما تراعي مشاعر ولد عمك. وبصراحة يا جريد، سهم قليل اللي مثله بالعرب. يا عمي جسار قلبه طيب زيادة عن اللزوم، شلون قدر ينسى اللي صار بينهم؟ لزوم ينسى يا جريد، لأنه سهم أصيل وسامح جسار مع أنه طخ، لكن رحمة الله هي اللي أنقذته. سهم خبيث يا عمي، لا يمكن ينسى أبد، وباكر تشوف صدق كلامي. لله يا جريد ما صدق، سهم ينضرب بها المثل بالصداقة والوفاء، لكن أنت ما تقدر مشاعر ولد عمك، ودوم تقلل من قيمة سهم قدام. طال عمرك لا تواخذني، ترى أنا تسرعت بالكلام. شايف؟ هضمت، ما بي أطيب من قلبك، لكن ما تراقب لسانك، ما تقدر تحكم بروحك. ولد عمي ما يزعل مني، وإن كانه زعل عليها وجهك أنا راضيه. وليه ما ترافق جسار بالسفر؟ جسار يكفى يا عمي، قدها. أقول يا عمي، بي موضوع أريد أكلمك بيه، يخصني كثير ويخصك بعد. يخصني ويخصك؟ وش هو؟ إيه طال عمرك، نوف. أنت ما تمل من هالموضوع يا جريد. نوف بنت عمي، وأنا حق الناس بيها يا عمي. نوف تشوف بيك الأخو يا جريد. هذا ما هو سبب مقنع يا عمي، بعد عمر طويل إن شاء الله تتركها وأنت مطمن عليها حين تكون ببيت ولد عمها. وتريدني أجبرها على الزواج منك يا جريد؟ الله يديمك فوق روسنا يا عمي، نوف ما تدري وين مصلحتها. نوف ترفضني لأنها تشوفني كل يوم من وحنا عيال صغار، لجل هذا تنظر لي نظرة الأخو وما تفرق بيني وبين جسار. لكن حين تصير زوجتي نظرتها لي تختلف، وحينها تحمد الله ألف مرة لأنها تزوجت ولد عمها اللي حافظ عليها وصونها. Thank you.
يا جريد اللي تريده أنا أتمناه، لكن ما أقدر أجبرها وخالف شرع الله. كلمها يا عمي، أنت تقدر تقنعها. زين أحاول. الحين يا عمي الحين، والمثل يقول خير البر عاجله، وأنا أنتظرها. وليه العجلة يا ولدي؟ طال عمرك أريد أتطمن. زين ما يخالف. يا هلا بجسار. هلا بيك يا سلمى. جسار، بي علوم جديدة عن سهم؟ تطمني، أنا طالع الحين أدور عليه. بارك الله بيك، سهم ما يتوخر من غير سبب، وأخاف محتاج العون وحنا ما ندري. طمني بالك يا عم، أنا اللي يدفعني أطلع وراه، مو خوفي عليه، لا بالله، سهم فارس وشجاع وما ينخاف عليه أبد، لكن أنا اللي يدفعني أطلع له شوقي له يا عمتي. بارك الله بيك يا ولدي، نشمي وولد نشمي. تسلم يا عم، سلم عليكم. بمان الله. الله معك يا جسار. سلمى النار. زين يما. نور. اي نور. نعم يوبا. يوبا يا نوف، وكاد سمعت كل شيء. يشهد الله يوبا اني ما احب ارفض لك طلب حتى بامر زواجي، وان كانت هذه رغبتك انفذها لاجل خاطرك، لكن قلبي ما يميل لجريد. نوف، جريد ولد عمك ويحتاج لك تكونين جنبه، وانا شايف يوبا انه تغير وصار ما يفارق العرب أبد بعد موت حرمته، حتى حواله تغيرت، وهو يريد بنت الحلال اللي تواسيه بوحدته وتشوف طلباته وتزين بيته وتصول. يبا جريد بنظري مثل جسار أخوي، ما أقدر أفكر لحظة أن أكون زوجة له، ما أقدر يبا. هذا كلامك الأخير يبا. إيه، وأتمنى تكون آخر مرة تسألني رأيي بيه، أنا ما أحب أزعلك، لكن رفضت يا عمي؟ انسى نوف يا جريد، فكر بغيره. اعذرني يا عمي، موقفك هذا ما تعودت عليه العرب. من متى ناخذ راي البنات بزواجنا؟ وانت شلون تقبل يا جريد تزوج واحده ما ترضاك؟ زين رخص لي. بمان الله. الحمد لله، صحة وعافية. أقول لو تنام يا الأخو، خلك ترتاح. لله طال عمرك، أنا كانت حاجتي للزاد والماء، والحين خذيت حاجتي وأريد أتابع طريقي. من أي عرب أنت؟ أنا من عرب الشيخ سالم طال عمرك. يا هلا ورحب، الشيخ سالم أخوي وصديقي. أدري طال عمرك أدري، وأنا سهم وعمي الشيخ شارد. يا هلا يا هلا ورحب، وبالمهلي طال عمرك.
تفضل يا خيتي. تسلم يدك. سهم؟ اي سهم شارع العرب. من زمان يا سهم تمنيت اشوفك واتعرف عليك. مشكور يا طويل العمر، مشكور. والحين رخصوا لي اعاود لديرتي. لله يا سهم، انضيف والحين نقوم بواجبك وتقعد عندنا 3 ايام وترحل بامان الله. لكن يا طويل العمر انا توخرت عن اهلي والحين ويكاد بالهم مشغول علي. نرسلهم طارش يطمنهم عليك. ولد عمك غريب يا نوف. أنا استغرب شلون يكرر يطلبه ويتحمل الرفض أكثر من مرة. خايفة أبوي ما يشاورني إذا جريد تقدم لي مرتين ثانية. وجسار؟ جسار يريد سهم، يقول لي ما تلقى أفضل منه بالعرب، وأنا قلبي متعلق بسهم. لكن سهم دوم يقول خلنا نتمهل. وين أنت يا سهم؟ وين أنت تشوف اللي أنا بيه؟ الغايب حشته معه، وبإذن الله جسار يعاود بي أو بهلوم زينة يطمنا عليه. حين يعاود أطلب منه يترك أمور التجارة. لا تخافي يا نوف، أنا أطلب من سهمي يتقدم لك حتى تصير الفرحة فرحتين، أنا وجسار وإنتي وسهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. انت من ديرة الشيخ سالم؟ اي بالله. وش تريد من ديرتنا؟ انا مرسال الشيخ حزم. وانا جسار ولد الشيخ سالم. اريد اطمنكم ان سهم بديرتنا. سهم بديرتكم؟ اي سهم ضيفنا. الله يطمن قلبك. ترى انا طالع ادور عليه، وانا اقول الحين تعود مع لديرتنا. ليش نقوم بواجب ضياف؟ اعذرني يا اخو، ما دام انت ولد الشيخ تراني وصلت الامانه. بارك الله بيك، ولما ودك تروح لديرتنا ترى نطلع سوى لديرتكم. ليش نتطمن على سهم ونعاود سوا ان شاء الله. زين يا اخو. وسار القلم على الورق حزنان، والحبر يا اخوي من ميت عيوني، قلبي على صواحبي والهان، حاطت بها الناس من دوني. عواد عواد قوم خط لي سطرين، شوق وتحيات بلي اهواها. عواد يا ولد حزم واسيني، عيني ترى النوم ما جاها، ربي بهوى البيض باليني، لو هي ببلاد نجد أنصاها. من زمان وحنا نسمع أشعارك، وهذا أول مرة نسمعها منك وبصوتك أنت. تسلم يا طويل العمر، تسلم. ومن متى تقول القصيدة سهم؟ أول مرة أقول بها الشعر يا عواد يوم موت أبوي الله يرحمه. رحمة الله عليه. ومن قال عاش. يومها كنت عيل وما يزيد عمري عن 10 سنين، وحسيت إني وحيد لأنها أمي ماتت قبل موت أبوي بسنة الله يرحمها. رحمة الله عليها. تعيش. ومن يومها عشت ببيت عمي الشيخ شارد، ومن يومها وانا اقول الشعر وصف بيه الا احسه بحياتي. تدري يا سهم ان كل قصيده تقولها يتناقلوها العربان وتصير مضرب مثل بينهم.
ما زودها كثير يا عواد. السلام عليكم. سهم، هلا في حالك اخوي. هلا، شلونك يا اخوي؟ مشتاق يا سهم، مشتاق. يا هلا يا هلا بجسار. هذا جسار ولد الشيخ سالم يا طويل العمر. يا هلا يا هلا بجسار، ولد اخوي وصديقي. يا حياك الله الشيخ حزم يا جسار. حياه الله. وهذا عواد ولده. حياه الله. يا حياك الله يا جسار. يلا حييك. ارتاحوا ارتاحوا. جبت لك اياها لكن عاد نسيتها الحين، حاططها بمكان، اجيب لك اياها بعدين. والعطر بعدين. خيو والعطر كله 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 حاطه بمكان، اجيبه بعدين. هسه ما يهمك خيو، هسه ودك ثواب ولا لا؟ ودنا ثياب. قد ايه ودك؟ ودنا يعني 7-8 تذرع، يعني كسوه حرمه. كسوه حرمه، زين زين. انطيك انطيك كسوه حرمه. كسوه. وانت وش الدنيا؟ ودها منديل. منديل؟ المناديل الزينات اجيبهن المره الجايه ولا يهمك. او عاد بعد كل يوم تقول اليوم بكره اليوم بكره، بدنا احنا اليوم. ما اقدر نقول لبضاعه مرت واحده، ما اقدر نقول لها. اي وش بده يسع الحمار؟ واصل؟ وين انت يا رجال؟ شلون بضاعتك؟ زينه. بعت الحريم شيء؟ لا، انت وش عندك من الحريم الحين؟ وش فيه؟ صقر صقر يريدك. صقر؟